احلى من هيك عملنا بيع على جبل خالد امبارح. شكلنا الفقر رح نقع بروبرو. بس بيع واحدة ما فيك تعرف يعني كتير اذا رح تقبر الفقر او لا. هي بيع مشي. بس فعلنا ما خرطنا بالماركت كله. 40 دولار هلا اوردر واحد. صار جاي 10000 اورج. 10000 40 دولار. لحظة كيف نطيت من اوردر واحدة ل 10000 اوردر بشهر واحد؟ لما جمعتين كنت بستوكس وفوركس هو على اساس 2000 دولار بدقيقه و5000 بالثانيه يكون بعد فوركس. هيدي من جمعتها هلا بيتكوين. هلا الدنيا كلها قايمه وقاعده على البيتكوين. افرجيك افرجيك احرف. انت ما بتشوف غير احرف على فكره. سيستم موجود كله احرف وارقام. ارقام عم بيتحرك بطيخ. هيك امبارح حطيت 2000 دولار بالريبل. هيدي ريل تايم بتفرجيك كيف عم بيطلعوا الاسعار. هيك هيك طلع هيك نزل طلع نزل طلعت نزلت رح بزعل على الفاضي. جن شو هذا؟ make $10,000 a month on Instagram. عم كيف ما فكرت فيها كريم. تستلم صفحات انستغرام للبزنسز بتسوي لهم اياها $500 لنروح على زبون الواحد. قلنا 1000 زبون بالشهر. ملايين يا خليل زبون ما بتخليه في تلقط فيه بإخوانيه. صار لنا سنة مش عاملين بيع على الموقع. سنة شوف يشتري بيع بعته. يا هنا لك لك هيك بدي اياك هيك بدي اياك. شو وسيم خبرنا؟ شكلك عامل بيع مرتب يا عمر. بعنا حلو شو بقى؟ بيت لعو ولينغتون؟ ايه؟ يعني بيت لعو ولينغتون شو؟ ما في غير بيت واحد على ولينغتون شو؟ مش بيتك على ولينغتون؟ ايه؟ لعما كيف مالك علي؟ ليك؟ عندك شي غرفة فاضية بشقتك؟ لا نم على الارض نم على الارض. ايه بس بعدنا ما خرطنا بالماركت كده. بس لأنه ما خرطنا بالماركت كله. تشتري؟ بيع هلأ بتبيع. انت